حابب اسألكم سؤال، كلياتنا ليش منلعب؟ برافو عليك، جاوب جاوب، برافو، عشان نتسلى. ولكن في بعض الأشياء اللي بتخلي التسلية تقلب لاستفزاز وتسب الساعة اللي قررت يا معلم انك تلعب فيها. فاليوم رح نحكي عن بعض الأشياء اللي بتقهر وبتستفزنا نحن كلاعبين. قبل نبلش يا ريت تدعمني بلايك واشتراك، ويلا على الفيديو. أول شيء رح نبلش فيه واللي هو الأهل، الله يحفظ أهلكم يا رب. أكيد صايرة معك بتكون قاعد عم تلعب لعبة أونلاين مثلا فورتنايت أو كول أوف ديوتي أو لعبة تاني، وفجأة يا إبراهيم تعا تعا. يا بابا ثواني عم خلص الماتش وبجي. يا إبراهيم هلا تعا بدي اياك ضروري. يا بابا ثواني ما بقدر اجي الآن، عم بلعب ماتش أونلاين. وقف ستوب، وقف بوز، اكبس زر البوز، توقف اللعبة وتعا. يا بابا يا حبيبي هيدي لعبة أونلاين، ما بقدر اكبس بوز، ما بقدر وقف. ولكن للأسف ما لح يمشي الحال، لح تصير يا إبراهيم لك يا بابا جاي، لك يا إبراهيم لك يا بابا جاي. بعدين لح تروح ولح يقول لك أبوك يا بابا أنت صاير مدمن، يا بابا لازم تخفف لعب، يا بابا لازم تترك هيدي اللعبة، ويا بابا ويا بابا. أو نفس الشي مع الوالدة، ممكن تقول لك يا ماما ويا ماما. وصعب جدا أنك تقنعهم أنه هيدي اللعبة أونلاين ما فيك تعمل بوز، خصوصا اذا انت عمرك قريب العشرين، فاكيد اهلك شافوك عم تلعب من زمان بلاي ستيشن 1 و2. كل الالعاب من زمان كانت اوفلاين، فلما حدا يعيط لك بكل بساطه بتكبس زر البوز وبتقوم. ولكن الان لا بقى فيك تعمل هيدا الشيء. وامتى بتكون اسا مستفز اكتر يا معلم؟ لما تكون عم تلعب ماتش فورتنايت مثلا وتكون انت الاخير بالسكواد، وحتى على اخر ماتش يا ابراهيم تعا، وهون يا معلم خلص اعتبر انه الماتش راح خسرت يعني. فالله يعيننا ومتمنى لكم الله يحفظ لكم اهلكم جميعا. الشغل الثاني واللي هو البري اوردر باك، او المحتوى الاضافي اللي بيجي مع نسخة البري اوردر. حابب اسألكم سؤال، اغلبنا اكيد لما يجي يشتري شيء جديد بيحب يسأل عنه. والله يا معلم انا بدي اشتري هاتف جديد، شو رأيك بهذا الهاتف؟ والله منيح، فانت بتشتري. يا معلم هيدي اللعبة حلوة، والله ليك شوف مراجعة على اليوتيوب، بنشوف مراجعة عن اللعبة، اذا حلوة بعدين بنشتريها. قليل لنشتري شيء جديد ونحن نكون اول شخص نجربه، لانه اغلبنا ما معه ميزانية كتير كبيرة او عملاقة يعني. والله اذا اشترى لعبة ب$60 وما عجبته يكبها بالزبالة. فلما انت تيجي بدك تطلب لعبة بري اوردر، خصوصا لما تكون عنوان جديد، انت ما بتعرف عن اللعبة شيء، هل اللعبة رح تكون حلوة؟ هل اللعبة رح تكون خايسة؟ كيف رح تكون؟ ما بتعرف شيء ابدا. وما فيك تعتمد على التريلر وعلى رأي اي شخص بيحكي عن اللعبة، لانه شفنا ملايين الالعاب اللي بتشتريها ب$60 وبتبين خرافية، ولكن بتطلع اخر شيء خايسة او فيها بعض المشاكل اللي ما بتخلي اللعبة تعجبك. وين المشكلة؟ لما بيقولوا لك والله ليك خد هذا السكن او هيدي الباك اذا طلبتها بري اوردر. طيب انا كيف بدي اطلبها بري اوردر واللعبة ما بعرفها؟ كيف بدي امن على فلوسي عشان والله اخذ سكن واخر شيء اللعبة ما عجبتني؟ شو رح اعمل بهيدا الباك؟ شو رح اعمل بهيدا السكن اللي خدته؟ خلص روح فلوسك على الزبالة يعني، نحن ما نلاقيين فلوسنا بالارض يعني. فاغلب الالعاب حاليا لما تنزل جديد بيكون معها محتوى اضافي، لازم تدفع بري اوردر عشان يجيك هيدا المحتوى، واذا ما دفعت البري اوردر هذا المحتوى ما راح يرجع ينزل مره تانية، سواء كان سكن او اشياء للاسلحه او مراحل او مهمات اضافيه مثلا. فصراحه شيء جدا خايس وبيقهر. الشغل الثاني واللي هو البينج، واكثر شيء البلاد العربيه هي اللي بتواجه هيدي المشكله. معظم البلاد العربيه بيكون البينج فيها مش حقلك ضعيف، متوسط، ولكن في كتير بلدان بيكون البينج ضعيف، مثل مثلا بمصر والعراق حسب معرفتي بيكون البينج ضعيف. ففي العاب بدها رده فعل وسرعه باللعب مثل فورتنايت او مثلا مثل ريمبو، فلما يكون العدو البينج تبعه اعلى من تبعك رح تخسر، خصوصا بريمبو. انتو بتعرفوا بريمبو طلقه واحده وجزء من الثانيه بيغير كل الموازين باللعبه. فنحن للاسف البينج عنا اذا كان تحت المية بنكون عاملين عيد. او ماي جاد انا عم بلعب فورتنايت على بينج 80 او 90 مثلا، واخر شيء بيجي واحد اجنبي بيقول لك ذا بينج از شيت، ما بحب البينج انا، البينج عنده بيكون 30 و20 ومتضايق. يا اخي انت عشو متضايق؟ تعا شفنا نحن بتبكي يا زلمه. صراحه انا كنت واجه هيدي المشكله كتير لما كنت بلبنان، كان البينج عندي يوصل لل 120 واذا وصل لل 100 يكون عندي عيد، ولكن حاليا الحمد لله البينج قريب ل 40 50 اوقات اقل. اكتب لي تحت انت عندك البينج قديش. We did it. الشغلة اللي بعدها واللي هي الابديت، هيدي النقطة مرتبطة بالنقطة اللي قبلها، قلت لكم الانترنت عنا متوسط، يعني مش سريع. تخيل معي انت جاي من يوم متعب مثلا او يوم صيام وكذا وهيك، بدك تلعب لك ساعة ساعتين ترفع عن نفسك،
يطلع لك ابديت 20 او 30 جيجا. بدك تعمل الابديت اكيد رح ياخد معك مينيموم 5-6 ساعات يعني. وهون انت بتقلب معك لحالة هيستيريا وبتبلش تقول بعض الكلمات باللغة الصينية. انتو كيف بتعملوا هيك؟ امبارح نزلتوا قصة ابديت، كيف اليوم بتنزلوا ابديت 20 او 30 جيجا وبدو يعمل قصة كوبينج؟ ولانه بس يخلص الابديت تنزيل ايضا بدو كوبينج، والكوبينج لحاله بياخد حوالي ساعة او ساعتين بعض الاحيان. فصراحة شي جدا مستفز، واكيد اللي بيلعبوا وارزون فهموا علي كتير منيح. اخر شغله رح احكي عنها واللي هي نوع من الاشخاص. اكيد كتير من المرات بتكون عم تلعب قاعد حدك اخوك او رفيقك او اي شخص، فبيقلك اعمل هيك، روح هيك، شيل هيك، اقتل هيدا، انتبه وراك سنايبر، انتبه خبي حالك، كب كمبلة، اضربوا اكس، عمر، انتبه، افتح شباك. يا اخي انا اللي عم بلعب ولا انت؟ خد عني الكنترولر والعب وريحني من نقك بخيل الله. ما بيخليك تعرف تلعب ابدا، حرفيا ما بيخليك تستمتع باللعبة. وبعض الاحيان بتكون عم تلعب مثلا مع رفيقك اونلاين، فمثلا بيموت وبيقعد هو بيتفرج عليك انت عم تلعب، انتبه وراك، انتبه ما تخسرنا، انتبه ما يقتلوك، بيعانوا الماتش، نحن بالاخر، ركز، اوسو، سنايبر قنبلة، عمر. ايضا نفس الشيء، تاخد الكنترولر والعب عني، او يا اخي بعمل لك شير بلاي والعب انت الماتش وحل عن يا زلمة. اللهم اني صائم. حرفيا هذا اللاعب يعمل لك حاله انه انا المعلم، انا العب شخص بالكرة الارضية، واذا هو مات بتقول له ليش متت مع اساس انت عم تنصحني وعمال وشيل، بيقول لك والله كان البينج زبالة، والله مالي خلق العب، والله الكنترولر علق، والله دمعة عيني وما شفت. اذا عندك هيك نوع من الرفقة بعت له هيدا الفيديو، او اذا انت كنت واحد منهم فالله يعين رفقاتك عليك يا معلم. الشغلة اللي بعدها واللي هي صارت معي انا كتير وما بعرف اذا صراحة صارت معكم، واللي هي بتكون قاعد بامان الله عم تلعب بلاي ستيشن او اكس بوكس او اي شيء مثلا، وفجأة ينقطع الكهرباء او مثلا ينشال الفيش او اي شيء، فيطفي الجهاز بطريقة غير مزبوطة، ترجع انت تضويه ويقلك انه البيانات اتلفت او البيانات راحت. صراحة انا شخصيا متصير معي كتير، خصوصا بجهاز البلاي ستيشن 4 برو. وامتى بتكون الشغلة مستفزة اكتر واكتر؟ لما تكون عم تلعب وتصير معك هيدي الشغلة وللأسف تكون باخر اللعبة. انا صارت معي مرة لما كنت عم بلعب اساسن كريد فالهالا، باخر اللعبة تقريبا قطعت الكهرباء، راح المراحل كلها، اضطريت اني ارجع عيد اللعبة عشان اختمها. وامتى قصة مستفزة اكتر واكتر؟ لما تكون انت بتحمل كل العابك اونلاين والانترنت عندك متواضع، محمل وورزون ال 200 جيجا، ومحمل مثلا فورتنايت، ومحمل ريد ديد، والعاب تقيلة كبيرة، وفجأة تنقطع الكهرباء وتتلف البيانات. عود يا معلم، رجع نزلهم من اول وجديد، راحت شي شهر لترجع تقدر تلعب بالكونسول يعني. فاكتب لي تحت بالتعليقات اذا صارت معك هي الشغله مثلي او لا. هولي كانوا بعض الاشياء المستفزه اللي بتواجهنا نحن كلاعبين. اذا عجبكم الفيديو اكيد رح نعمل فيديو تاني. بتمنى تدعموني بلايك واشتراك، وبشوفكم الفيديو الجاي يا احلى اخوه بالدنيا، ويلا سلام.